علاقات متميزه تجمع مصر وموزمبيق، حيث تحرص القياده السياسيه في البلدين على تنشيط العلاقات السياسيه والاقتصاديه والثقافيه الثنائيه بينهما. وتعمل مصر على دعم جهود التنميه الاقتصاديه في موزمبيق، لا سيما في مجالات تطوير البنيه التحتيه من خلال الخبرات المتوفره للشركات المصريه في هذا المجال. علاقات قويه وممتده تجمع مصر وموزمبيق وعلى قاعده الاحترام المتبادل والمصالح المشتركه تقيم مصر علاقاتها مع اشقائها الافارقه ومن بينهم بالطبع موزمبيق كانت مصر دوما داعما قويا لموزمبيق سواء في نضالها من اجل التحرير او لجهودها نحو التنميه والتطوير، تتسم العلاقات بين مصر وموزمبيق بالمتانه على ضوء دعم مصر التاريخي لنضال الشعب الموزمبيقي من اجل الاستقلال، وكون مصر احدى اوائل الدول التي اقامت سفاره لها في مابوتو عقب استقلال موزمبيق مباشره في عام 1975، كما تحرص القياده السياسيه في البلدين على تنشيط العلاقات السياسيه والاقتصاديه والثقافيه الثنائيه بينهما ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤوليه اتخذ الاهتمام المصري بافريقيا بوجه عام وموزمبيق على وجه الخصوص اهميه كبرى حيث نجحت مصر في استعاده دورها الريادي داخل القاره السمراء واصبحت نقطه الارتكاز لحل كافه القضايا الافريقيه وشهد عام 2019 زيارة للرئيس الموزمبيقي فيليب نيوسي إلى مصر، حيث استقبله الرئيس السيسي وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، حيث تم الاتفاق على تفعيل الآليات القائمة للتعاون بين الجانبين، وعلى رأسها اللجنة المشتركة، بالإضافة إلى العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين، كما تعمل القاهرة على دعم جهود التنمية الاقتصادية في موزمبيق، لا سيما في مجالات تطوير البنيه التحتيه من خلال الخبرات المتوفره للشركات المصريه في هذا المجال حيث اتفقت مصر وموزمبيق على اهميه مواصله العمل لتنفيذ الاهداف التنمويه في مختلف المجالات المنصوص عليها في اجنده 2063 وكذلك التركيز على تنفيذ المشروعات القاريه التي تمثل اولويه للدول الافريقيه فضلا عن تعزيز الاليات الافريقيه لاعاده الاعمار والتنميه بعد النزاعات. وتكثيف الجهود في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف ودعم الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية. العلاقات بين القاهرة ومابوتو تتميز بتنوع وتعدد أوجه التعاون المشتركة، خاصة في مجالات الأمن المختلفة وأساليب تدعيمها، حيث تسعى موزمبيق للاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في ترسيخ مناخ الأمن والاستقرار بالبلاد ومكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات الأمنية والتدريبية المصرية في عدد من المجالات الشرطية محل الاهتمام المشترك لتؤكد مصر ان تطوير وتنميه علاقاتها مع كافه الدول الافريقيه تاتي في مقدمه اهتمامات القياده السياسيه